أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. عمر مرموش مصري يشعل الملاعب الألمانية، هكذا احتفت الصحف الألمانية بتألق النجم المصري عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني وهداف البوندسليغا برصيد 8 أهداف. الموقع الرسمي للبوندسليغا الدوري الألماني أكد أن النجم المصري عمر مرموش قاد فريقه للتعادل أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 في هذه المباراة، نتيجة معت بينهما لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني، ووصل عمر مرموش تربعه على صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الألماني برصيد 8 أهداف، متفوقا على هاري كين الذي جاء في الوصافة برصيد 5 أهداف، ورفع مرموش رصيده من المساهمات أيضا إلى 12 مساهمة، وجاء هاري كين بالمركز الثاني برصيد 10 مساهمات. أيضا الصحف الألمانية وضعت تقييم لكل لاعب من فرانكفورت أمام بايرن ميونخ حسب الدرجات من 5 إلى 1 من الأدنى إلى الأعلى. صحيفة بيلد قيمت أداء مرموش بأعلى درجة، كان الأفضل بين لاعبي الفريق، وتكرر الأمر ذاته في تقييم صحيفة كيكر التي اختارته كأفضل لاعب في الجولة ككل وليس المباراة فحسب. أيضا بدأ نجم شتوتغارت السابق موسمه الثاني بقميص فرانكفورت الذي انضم له قادما من فولفسبورغ الألماني، وذلك في الصيف 2023. عمر مرموش في 50 مباراة شارك بها مع فرانكفورت في مختلف المسابقات سجل 26 هدف وصنع 12 هدف، وبيشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدوري المصري في الدوري الألماني، إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، وذلك بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه وهو هاري كين مهاجم بايرن ميونخ. وأصبح بايرن ميونخ الفريسة المفضلة لمرموش، إذ سجل 3 وصنع 4 آخرين في 8 مباريات في جميع البطولات، وبات الفريق البافاري أكثر فريق يساهم مرموش بأهداف ضده في مشواره. أيضا أحرز عمر مرموش 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت، وذلك خلال الموسم الجاري. كما ساهم مرموش بالأهداف في المباراة 5 على التوالي، وذلك في الدوري الألماني حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. المدرب دينو توب مولر مدرب انتراخت فرانكفورت يتوقع أن العديد من الأندية ستحاول ضم نجم عمر مرموش في أقرب فرصة، إذ استمر في تقديم مستوياته الرائعة. وقال توب مولر في تصريحات للصحفيين أن ما يقدمه عمر مرموش على أرض الملعب حاليا لا يصدق، وإذا استمر عمر في الأداء بهذا الشكل فمن المؤكد أن أندية أخرى ستصطف من أجل ضمه. أكمل مدرب فريق عمر مرموش: تربطني بمرموش علاقة خاصة لأنني كنت مهاجم أيضا حتى لو لم أكن جيدا مثل عمر، وأوضح: ما أخبرت به سيظل سرا بيني وبينه في الوقت الحالي، يمكنني الكشف عن ذلك في وقت ما في نهاية هذا الموسم. أيضا قال ماركوس كروشي المدير الرياضي لفرانكفورت أنه يتمتع عمر مرموش حاليا بالتركيز والتصميم اللازمين أمام المرمى، وتم مرموش حاليا أحد أفضل المهاجمين في الدوري الألماني، وبالطبع نحن سعداء بذلك. يعني دي كانت أبرز التفاصيل الخاصة بتألق نجمنا المصري عمر مرموش هداف الدوري الألماني حتى الآن برصيد 8 أهداف. ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.